كاميرا إكسترا نيوز كانت قد التقت عددا من جيران الشاب الشهيد الذين أشادوا بدماثة خلقه بشكل دائم. طبعا الدنيا كلها بتقول والمشايخ والدنيا كلها والإعلام حكم أنه هو شهيد، وإحنا مقتنعين بكده لأنه كان بيدافع على واحدة ست يعني ولا دين ولا سألها عن دينك ولا سألها عن حاجة، اتصرف كابن البلد زينا كلنا، راجل شعبي راجل بسيط. احنا بنتكلم سيد راح، سيد خلاص مش هنقدر نجيبه ولا نقدر نعوضه، وراح شهيد الرجولة وشهيد شهامة من واحد ما عندوش ضمير ولا قلب. والسيد ما ماتش، سيد معانا، انا عن نفسي وبناء عن اي حد يقف في الشارع كله سيد معانا، سيد موجود في وسطينا، والمحل ده عمره ما يتقفل، هيفضل طول عمره مفتوح. وسيد عمره ما اذى حد، فاهمني؟ وسيد بيجري على امه وعلى اخته وعلى اخته الضريره، واخد بالك؟ على البيت كله سيد بيجري عليه، يعني البيت دلوقتي ملوش حد، حياه ربنا، بكلمك جد. سيد ما يعرفش حاجه في دنيته غير ان هو محله شقيان، ولو حد قال له تعالى تشتغل معاه في شغلانه ثانيه غير شغلتك هيروح عشان خاطر امه ست كبيره، اخته ضريره، عيله صغيره، اخ صغير يوم يشتغل ومية لا ومية لا. هو ده سيد. سيد راجل جدا يعني، ومع السرع كله مع الناس كلها، مش مع موضوع عالي بس، لا هي دي الحقيقه. فسيد الله يرحمه كان محترم محترم محترم.